بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الوحدة التاسعة من كتاب المعاصر، الصف الثاني الإعدادي، الترم الثاني، يعني منهج شهر إبريل. كنا شرحنا الوحدة بالتمام والكمال من كتاب جم، ودلوقتي بإذن الله هنشرح الحل من كتاب المعاصر. الوحدة طبعا اسمها Watch, Listen and Make، شاهد واسمع واصنع، وفيها قصص وفيها حاجات جميلة جدا هنشوفها. أول حل صفحة 109، هنبدأ بسم الله تعالى. بيقول لي The vehicle, the violin، violin اللي هو آلة الكمان اللي هو الآلة الموسيقية يعني، والبيانو والجيتار، musical نقط، musical tools ولا musical instruments ولا musical machines ولا musical materials. طبعا musical instruments يعني آلات موسيقية، آلات ايه؟ موسيقية. طيب بعدين I need a new كذا، انا احتاج لمش عارف ايه جديد عشان اروح للهالوين بارتي، لحفل الهالوين. الهالوين دي حفلة تنكرية، فانت محتاج كوستيوم. كوستيوم يعني زي المناسبة اللي انت رايح بيها، يعني زي مناسبة خاصة. لو هتمثله عن الفراعنة يبقى تلبس زي فراعنة وهكذا. مايكل انجلو was a great Italian نقط. طبعا ده كان ايه بقى ده؟ معروف ان هو كان فنان ايطالي، فلازم اخد كلمة artist يعني فنان. some museums بعض المتاحف are نقط. you don't have to pay. pay دي يعني يدفع، انت مش هتدفع. يبقى المتحف ده ايه؟ غالي، فارغ، مجاني، مدهش. free مجاني عشان انت مش هتدفع. I need to learn نقط for the score play. طبعا acting التمثيل، محتاج حد يعلمني التمثيل عشان المسرحية بتاعة المدرسة. I can not scenery if you want but I can't do makeup. هنا بقى بيقول scenery منظر طبيعي، بتاخد قبلها الفعل paint، انا اقدر الون الشكل بس ما اقدرش اعمل مكياج. طبعا يبقى ناخد paint اللي هي يلون. There were not of important and normal Egyptian people in the museum. There were كان في نقط من الامبورتنت اند نورمال ايجيبشن بيبل والناس العاديين بقى. ده كان ايه ده بقى في المتحف؟ كان في بورتريتس. بورتريتس اللي هو الرسمه او الرسومات اللي كانت بتتعمل للاشخاص او للوجه. I'm not visiting the museum of modern Egyptian art if you are in Cairo. Recommend يرشح او يوصي، لان هي اللي بتاخد بعدها الفعل زائد اي ان جي، وانا برشح لك انك تزور المتحف. It's a good idea، فكرة حلوة انك تروح بدري. When the museum is not very ليه هتروح بدري؟ عشان الميوزيوم ما يبقاش بيزي، ما يبقاش ايه؟ زحمة. صفحة 110 بيقول لي نقط dress is arranged so my mother is not it. بيتكلم على ان الفستان بتاعها، بتقول ان الفستان بتاعي is ممكن تبقى damaged. دامج دي يعني تالف، الفستان تالف، محتاج حد يخيطه أو حد يظبطه. فهي بتقول إن الفستان بتاعها تالف ومامتها بتعمل لها إيه؟ مامتها طبعًا بتخيطه، بتخيط الفستان. يبقى هناخد كلمة يخيط، يخيط بقى يعني إيه؟ سوينج بقى عشان الـ ING دي. بعد كده ميكي ماوس إز أ نقط كاركتر، كرتون، كرتون يعني شخصية كرتونية أو فيلم كرتوني. ذا نقط إز أ بليس مكان بقى حيث يمكننا أن نتفرج أو نشاهد المسرحيات، يبقى ده المسرح اللي هو اسمه سيتر المسرح. بعض البط آر نقط، ذي آر نوت جاست وايت، بعض البط كالرفول ملون، مش كلهم أبيض يعني. Old bowels were made of. البولز اللي هي الآنية، الآنية القديمة، الأطباق والفناجين والحاجات دي، مصنوعة من نقط from the river. طبعا مصنوعة من الصلصال اللي هو الكلاي اللي احنا بنقول عليه، عشان كده قال لي من النهر يعني.
I must hurry، أنا لازم أسرع. I have 30 minutes، عندي 30 دقيقة. To not ready، to get ready، عشان أبقى مستعد بقى للحفلة. منى كانت نقط the phone as she is busy now. منى كانت إيه؟ كانت أنسر، مش هتقدر ترد على الفون لأنها مشغولة دلوقتي. بعدين التمرين على الجرامر. Do you know how to، كلمة how to يجي بعدها الفعل في المصدر على طول، فأنت تعرف كيف تلعب الآلة الموسيقية دي. I know how to talk to people at drama. طبعا هنا عايز حاجة بتاخد المصدر، كان هي اللي تاخد بعدها المصدر. أنا أقدر أتكلم مع الناس اللي هم كذا كذا. نقط able to، able to لازم يكون قبلها am واذا وار على حسب الفعل اللي انت بادئ بيه. يو تبع الجمع يبقى ناخد له ار. Are you able to كذا. Do you know how to use the computer؟ طبعا do you know، do يجي بعدها المصدر من الفعل، هل تعرف كيف تستخدم الكمبيوتر؟ I know how to play music. I can، أنا يمكنني أن أعزف أو أن ألعب الموسيقى. I know how to swim very quickly. I am the best swimmer. طالما أفضل سباح يبقى يقدر يعوم بقى، يبقى يقدر. I can swim، أقدر أعوم بسرعة. We not take you with us. We don't have free seats. هنا بقى احنا مش هنقدر ناخدك معانا علشان مفيش مكان ليك، لو في مكان كنا خدناك. نقط رقية able to، رقية مفرد يبقى عايزة am او is او are، طبعا يبقى is. نقط you know how to spell this word. دي تاخد قبلها do او does، وهنا بما انها جمع يبقى ايه do. دانيا نقط swim but she can't fly a kite. هنا بقى بيقول لي داليا تقدر تعوم او ما تقدرش، بس تقدر تطير الطيارة. هو هنا التانية كانت كان، يبقى لازم الاولى تكون عكسها، يبقى كانت. تمام. طيب can you not play football or tennis؟ طبعا can you play، المصدر اشيل تو دي خالص وخليها بلاي بس. Do you know how to do، كيف يمكنك ان تفعل كذا. I know how، يجي بعدها طول مصدر، ما احنا هنا خدنا طول مصدر بعد how اهي to do، يبقى هنا اخد to soon، ان انا يخيط. I can تاخد المصدر يبقى play. هنا بقى صفحة 113 او 13 بيقول لي are، هنا في able to يبقى الغي do واحط are. بعدين هنا how يجي بعدها طول مصدر يبقى to بنت مش بنت بس. كان يجي بعدها المصدر ما يجيش بعدها ديد يبقى دو. هنا بقى نو بيجي بعدها زي ما اتفقنا هاو، يبقى هناخد ايه هاو. ايمن وحلمي بيتكلموا عن الارت، الرسم. فبقى ايمن بيقول له ازيك يا حلمي، دو يو لايك ارت، هل تحب الرسم؟ قال له يس اي لايك ارت فيري ماتش، بحبه جدا. يبقى انا السؤال هنا عرفته ازاي do you like art، علشان الاجابة اولا كانت yes، وبعدين قال له انا بحبه جدا. طالما انا بحبه جدا يبقى انا لازم اسأله واقول له هل تحب الكذا. تمام. بعدين can you draw and paint، انت تقدر ترسم وتلون؟ قال له yes I can، نعم استطيع. بعدين هنا بقى بيقول له what things do you like to draw، طب ايه الحاجات اللي تحب ترسمها؟ قال له والله السيناريز، المناظر الايه الجميلة. بعدين قال له سين، طب انا عرفتها ازاي؟ عرفتها ان هو كررها تاني، علامة التعجب دي تعرفني ان الكلمة دي هي اللي فوق. تمام. طب do you like nature، جبتها منين؟ برضو قال لي yes I like nature، نعم انا احب الطبيعة. فانا هسأله هل تحب الطبيعة؟ قال لي بحبها جدا. بعدين ايمن اخيرا قال له طب انت بتحب ايه ترسم؟ ايه اي حاجة بقى، flower faces وجوه اي حاجة. دي صفحة 115 طبعا. فهو هنا بيقول له هدى از جود ات نقط ميك اب، طبعا ميك اب بتاخد قبلها دو يبقى دوينج ميك اب. مريم كان نقط كوستيومز، دي ملابس، الملابس تاخد قبلها يخيط، اللي هي يخيط الايه الملابس. بعدين هنخش على الصفحة اللي بعدها مباشرة اللي هي 116. بيقول لي احمد زكي ووز فيموس، ده كان اكتور، كان ممثل، فانا هضطر اخد كلمة اكتور اللي هي ممثل. In my نقط Egypt is the best country in my view. In my نقط that is my opinion. فهنا بقى احنا هناخد view، عاوز يقول في رأي يعني مصر افضل بلد. You don't pay money، انت ما بتدفعش فلوس على انك تخش المتحف. يبقى المتحف في الحالة دي يبقى ايه؟ يبقى free يعني مجاني. نقط is the opposite of old. old يعني قديم، وكلمة opposite دي يعني عكس، يبقى عكس قديم ايه؟
مودرن حديث. There are big and small نقط in the museum. طبعا طالما حاجة موجودة في المتحف يبقى sculptures اللي هي النحت أو التماثيل المنحوتة. علاء is able. able تاخد بعدها to المصدر، يبقى able to swim. الإجابة to swim. نقط you act or write script. طبعا can لأن أنت عندك هنا المصدر، يبقى تاخد لها can you act or write. أنت تقدر تكتب سيناريو ولا تمثل، بتقول له كده يعني. I want to know يجي بعدها how to المصدر. طب to المصدر موجودة، يبقى عايزين how بس بقى اللي هي دي. تمام. طيب I am able to. I am able to علشان ما ينفعش بيه لوحدها، لازم يكون قبلها able to. she can يبقى اخد المصدر اللي هو cook والغي ال ing. they knowing لا they know بس علشان المصدر، لان they تبع الجمع. you able to نحط are. are you able to. تمام. الايميل ده موجود وهنجيبه لكم في رابط تحت الفيديو. ادي الايميل اهو لو حد محتاجه، بدل ما نقعد نوديكم اماكن وهنا وهنا، الايميل بالظبط موجود اهو. تمام. توقف الشاشه بقى وتكتب او تحفظ لو انت عايز ايه تقراه ومهتم بالانجليزي. هندخل على الصفحه اللي بعدها وهي صفحه رقم 123. بيقول لي نقط is a special kind of writing for blind people، نوع خاص من الكتابه للناس العميان. طبعا دي اللي هي طريقه برايل. نقط إذا جروب اوف بيبول، مجموعة من الأشخاص اللي هم بيلعبوا موسيقى، دول بنسميهم أوركسترا اللي هم العازفين. If the person is deaf، لو إن الشخص deaf he is not able to hear، طالما مش قادر يسمع يبقى الشخص ده اسمه deaf، بنسميه أصم يعني. Many نقط بيبول read the music using برايل، الناس اللي بتستخدم برايل لازم يكونوا كلهم إيه؟ blind يعني عميان. The girl is not. She can't use parts of her body. مش قادرة تتحرك حاجة في جسمها. يبقى البنت دي disabled، عندها عضو معاق، يعني هي ايه؟ معاقة. بعدين بيقول لي she not. Why Joe was hiding behind the newspaper. هي بتتساءل، هي جو مخبية ايه في الجورنال ده وعايزة تقراه لهم. طبعا القصة بتاعت الاربع اخوات. صفحة 124 بيقول لي isn't it نقط that the characters ان الشخصيات اسمهم زي اسماء الولاد. طبعا strange. strange يعني غريب. لما القصة اللي قالتها البت او قالتها في الجورنال كانوا نفس اسماء الولاد اللي كانوا بيقولوها الاخوات دول. what نقط do you think musical need. طبعا الميوزيشن اللي هو الموسيقار، فانا هسأله عن الفلوس اللي بيحتاجها. لا، هسأله عن السكيلز، المهارات اللي بيحتاجها الموسيقار ايه. try to help نقط people by solving problems، حاول تساعد الناس الايه الديسيبلد المعاقين، انك تحل لهم مشاكلهم. what is your favorite musical instrument. طبعا عايز اختار آلة موسيقية من اللي تحت، لانه حط علامة استفهام، معنى كده ان الكلام خلص، يبقى انا هختار آلة موسيقية. تمام. اختار الكلارينت. you should look at the كذا before crossing the road، لازم تبص على ايه قبل ما تعبر الطريق. طبعا قال الترافيك لايتس اللي هي اشارات المرور. they went for كذا competition around the world، طالما حول العالم يبقى هم راحوا مسابقه ايه، راحوا مسابقه international. international يعني عالميه. نقط you are flying where would you like to fly. هنا بقى بيبدا الكلام بكلمه imagine، تخيل كده انت عايز تسافر فين كده يعني. what is special نقط النور والامل. what is special special يعني خاص، فهو عاوز يعرف ايه الخاص عن فرقة النور والامل. for special for يعني خاص لي، ما هو الشيء الخاص للنور والامل في الاوركسترا. او what is special about، ما هو الخاص عن، هي عن اقوى من for. هنا طه حسين became blind، أصبح أعمى في سن الرابعة. tell a blind person، قل للشخص البلايند الأعمى ده about objects نقط the street. objects on عن الحاجات اللي موجودة فين؟ في street الشارع. صفحة 128 تمارين مجمعة
على الدرس الثالث والرابع، وجايب المحادثة. طبعا المحادثة ما بين أحمد وليلى، أحمد وليلى بيتكلموا عن الهوايات، فطبعا بيقول لي هنا واتس يور فيفورت هوبي، إيه هوايتك يا ليلى؟ قالت هتحب حاجة معينة. قال لها طب إيه الآلة الموسيقية اللي بتعزفي عليها؟ يبقى لازم السؤال هنا الإجابة تكون أي لاف ميوزك، أنا بحب الموسيقى، لأن هي قالت أنا بحب الآلة الموسيقية اللي بعزف عليها، هتختار آلة معينة. سألها سؤال، أنا شايف كلمة الفايولين في نص الجملة أهو، يبقى هتقول له ذا فايولين، الآلة اللي بحبها هي آلة الفايولين دي. فالمهم قال لها طب إيه بتعزفي إمتى؟ قالت له العام الماضي. طالما في ميعاد تحت اللي هو العام الماضي، يبقى لازم أقول لها When did you start؟ إمتى بدأت العزف على الآلة دي؟ قالت والله الأسبوع الماضي. فراح سألها سؤال تاني، قالت له No, it's very easy to play. يبقى هو هيسألها هل هي صعبة؟ قالت له لا، دي سهلة قوي للي عاوز إيه؟ للي عاوز يفهمها أو عاوز يلعبها. فطبعا هتقول لها Is it difficult؟ هجيب عكس كلمة easy اللي هي سهل دي، لأن هي بتقول له لا دي سهلة، يبقى هل هي صعبة؟ بعدين أحمد قال لها طب ممكن تعلمينه؟ فهتقول له يوسف كورس، يعني نعم بالإيه؟ بالطبع. هنا بقى بيقول لي اي ثينك اتس فيري ديفيكالت، اعتقد صعب نقط ميوزك، ميوزك تاخد قبلها بلاي اللي هي يعزف او يلعب. النقط بيرسون كانت سي، اللي ما بيشوفش ده بنسميه البلايند اللي هو الشخص الاعمى. طب الشخص كذا ما بيستخدمش عضو من اعضاء جسمه، يبقى ده الديسيبلد اللي هو الشخص الايه، الشخص المعاق. الميوزيكال انسترومنت نيدز سبيشال، نقط عايزها سبيشال سكيلز، عايزه مهارات خاصه عشان تعرف تتعلم عليها، تمام؟ الفلوتس والتشيلوز والترومبت دي كلها اسمها آلات موسيقية، فهناخد كلمة musical instruments اللي هي آلات موسيقية. He is a نقط because he can't walk، هو مش بيقدر يمشي، عشان ما يقدر يمشي يبقى ده عنده مشكلة، يبقى هو قاعد فين؟ قاعد في الويل تشير، الويل تشير اللي هو الكرسي المتحرك أو أبو عجل. I love my cousins، بحب ولاد عمي. We not good relation، احنا هنا عندنا relation يعني عندنا علاقة جيدة بيننا وبينهم. I can not a car، car عربية، بتاخد الفعل درايف قبلها، انا اقدر اقود العربية، مش ايه، مش اخد طالما جت كان، يعني عايز المصدر. هل تعرف هاو؟ هاو تاخد بعدها بقى تو المصدر، يبقى العملية هنا معكوسة بقى، تعرف ازاي تو اكت، كيف تتصرف مع كذا. نقط able to stand on one leg، طبعا هنا are you able to، هل انت تقدر تقف على رجل واحدة؟ هنا بقى بيقول لي she is able to، قادرة على. الوومن كان جو اب ستيرز، طبعا هو بيقول لي المعاق، المعاق ده ما يقدرش يطلع، يبقى بدل كان بايه؟ بكانت. نقط able to بلان، طبعا ار اخد ار بقى، ار يو ايبل، وات كان يو اخد المصدر اللي هو دو. صفحة 133 الدرس الاخير، الرابع والخامس يعني، بيقول لي اي ويل نقط ماي فريندز تو ماي فاميلي بارتي، كده انا انفايت، انفايت يعني يدعو، فهدعي اصدقائي لحفله للحفله بتاعت الاسره. بعدين بيقول أليس إن ووندرلاند، البنت أليس في بلاد العجائب اللي كانت قصة سنة أولى، كانت نقط فيلم، طبعا كانت أدفنشر يعني فيلم مغامرات. امبارح أنا سمعت إن في كان جارو اللي هو حيوان الكنغر، نقط من الزو، يبقى عمل إيه؟ هرب، اسكيبد، هرب من الزو. أحمد حمدي إز أكذا، أي لاف هيم سو ماتش، أحمد حمدي إز أ اكتر، المفروض اكتر ممثل، هو ما جابش اكتر ممثل، جاب ستار اللي هي نجم، نقول له ماشي. انوات از ا لارج بارك، حديقه كبيره، ويز ماشينز بالالات علشان تركب عليها، والمطاعم طبعا دي اسمها السيم بارك اللي هي الحديقه الترفيهيه. نقط means the things that happen in a film، الحاجات اللي بتحصل في الفيلم اسمها actions. There is a great نقط from the top of the tower، هنا بقى view، في منظر جميل من أعلى البرج. هنا بقى بيقول لي يشد نقط all plastic، الحاجات البلاستيك اللي احنا بنرميها لازم نعمل لها ايه؟ نعمل لها عملية recycle، يعني إعادة تدوير أو إعادة استخدام. A نقط is able to stop فايرز، طبعا الفاير فايتر رجل المطافي، هو اللي بيقدر يوقف الحرائق او يطفيها يعني. الديناصور لوك نقط، زي ار فيري بيج اند دينجرس، خطير، يبقى شكله كده سكيري، مخيف، مرعب، مفزع. اي فيل وارد وين ذا بلين، انا اشعر بالقلق لما الطياره لاندس، تهبط. هيز نيو سكلابشر، التمثال بتاعه لوكس نقط، اي كانت بيليف ذات هي ميد ات، يبدو ايه؟ يبدو حقيقي، انا مش مصدق ان هو عمله بنفسه، يعني زي ما يكون حقيقي.
You should not your ideas to your class. انت لازم present. Present يعني تقدم، تقدم افكارك للفصل. بقيهم صفحة 134. The new book الكتاب الجديد give us more information. Give يعني اعطانا معلومات جديدة. I hope to نقط افلم. الفيلم ياخد قبل منه make، يبقى make a film ان هو ينتج او يخرج ايه فيلم عن لاعب كورة مفضل. الاستاذ بتاعنا طلب مننا to نقط a presentation about dinosaurs. طبعا presentation تاخد make، make نعمل مقدمة يعني عن الديناصورات. I was wondering if you would like، أنا بس بتساءل لو أنت تود أن to my house tomorrow. طبعا to come، to come أتساءل لو أنت تود أن تأتي إلى منزلي، يبقى هنا طريقة الدعوة وهو بيدعي يعني. نقط you like to see a film of little women. طبعا would you like، would you like هل تود أن ترى. I bring some table tennis balls. طبعا دي الطريقة اللي هي shall I، ما هي would you و shall I و I was wondering، هم دول تلات طرق بتوعي الدعوة. would you bring نفس الطريقة هي هل تود أن كذا كذا، تبقى تجيب معاك ده طلب بقى، ممكن تبقى تجيب معاك كذا وكذا. I wonder if you not tell me what star made of. طبعا I wonder if you will، if you will tell me، if you will أنا أتساءل لو if you، عذرا قصدي could يعني مش will، if you could tell me. I wonder if you could بتساءل لو تقدر تقول لي يعني. I'd like to know if you not your job. طبعا انا عايز اعرف بس if you like لو انت بتحب الوظيفة اللي بعتها. do you mind if I not you some question. do you mind هل تمانع لو انا سألتك بعض الاسئلة. if you، if I ask you، لان عايز المصدر بعد. الصفحة اللي بعد كده 136 بيقول لي I wonder if you could، اهي جت كود اهي، if you could carry my bag، لو انت تقدر مثلا تشيل الباج بتاعتي. وبيقول لو انت تقدر تشيل الباج يبقى I wonder if you could carry، تحمل معايا الشنطة. I not like to invite you to my birthday party. طبعا ده تعبير اسمه I would like. تصحيح الخطأ would you نقط، طبعا would you like اللي هي هل تود ان. بعدين what time should I come، هو جايب comes هي عايز المصدر عشان كده come بس. shall I bring us، bring us بالاسم مش هتنفع وهتبقى bring بس تمام. which play would you like، لازم تاخد بعدها to هنا بقى عشان like جت، يبقى would you like to watch وليس watch فقط. shall تاخد المصدر يبقى shall I bring. would you lend، would you mind هل تمانع. كلمة mind دي تاخد بعدها ال ing اذا ما جاتش حاجة، يعني اذا قلت would you mind if I يبقى مصدر، ما جاتش if I يبقى ing. I get you some if you like، طبعا I will get. could you open بقى الفعل فين في المصدر. هنا بقى بيقول لي اماني is inviting سالي، بتدعي سالي على مشاهدة الفيلم. at her house tonight في البيت. هاي سالي how is going، ازاي الدنيا ماشيه معاكي. قالت لها I am fine. how is going دي زي how are you، كيف حالك يعني. فاقول له I am fine thanks. would you like to watch a film، بتحب تتفرج على فيلم في البيت بتاعي. فنقط when does it start، هنا عايز رد على الدعوه بقى. هو بيقول له تحب تيجي تتفرج معايا على فيلم، فهقول له ماشي عشان هو ساله بامتى، يبقى هيقول له ايه هنا بقى I'd love to. I'd love to يعني اود ذلك. وراح سأله امتى، هتحط لي اي ساعة بقى at 5 o'clock at 6 o'clock at 7 o'clock اي ساعة هتمشي اجابة على السؤال تمام. طيب بعدين سأله سؤال قال له اسمه little women، يبقى يقول له what is it called، ماذا يسمى الفيلم ده، what is it called اسمه ايه، قال له اسمه كذا كذا. قال له that is great film، وراح قال له حاجة، قال له no don't bring any snacks، ما تجيبش snacks وهات مشروبات. يبقى يقول له shall I bring some snacks، اجيب snacks معايا نتسلى بيها. قال له لا هات ايه مشروب. لتشوز بقى البرايل، طريقة برايل type of ايه، type of reading نوع من القراءة. I was not if you are busy tonight. طبعا I was يبقى بعدها ing wondering، وخد بالك بالاو عشان معناها انا اتساءل لو انت تقدر تيجي النهاردة ولا. الصفحة اللي بعدها تقريبا 139، ايوه 139، بيقول لي shall I نقط، shall I عايز المصدر، كلهم مصادر تحت. bring اجيب حاجة معايا وانا جاي، هو بيسأل على كده يعني. shall I bring اجيب اي حاجة معايا وانا جاي، هو بيتكلم على ان هو هيحضر معه اشياء يعني، فبيقول له اجيب حاجة معايا وانا جاي بالشكل ده تمام. طيب
we use بليز، بنستخدم كلمة بليز علشان نعمل ايه؟ علشان نعمل ريكوست. ريكوست يعني طلب. عشان تعمل طلب مؤدب فانت لازم تستخدم كلمة ايه؟ بليز، اللي هي معناها من فضلك. وين ذا سيف لما اللص شاف البوليس عمل ايه؟ اسكيبت، هرب، مش هيقدر يستنى بقى والبوليس موجود، فلازم يعمل ايه؟ يهرب. اي نوت يو ذس فيلم تو واتش، هنا ريكومند، ارشح لك الفيلم ده عشان تتفرج عليه. اي نوت فلاي ذا بلينز، البايلوت اللي هو الطيار هو اللي بايه؟ هو اللي بيحرك او بيطير السفن او بيقود الطائره، بيقود الطائره يعني. تمام؟ طيب ليتس جو تو ذا بارك، يلا روح البارك، اند نقط اور كايتس، هنا بقى فلاي، نطير الطيارات بتاعتنا. وات نقط اي دو، طبعا ده تعبير معناه ماذا ينبغي علي ان افعل. وات شود اي دو، اعمل ايه. نقط يو جيت مي سام بسكتس بليز، كود يو، ممكن تجيب لي شويه بسكويت لو سمحت. ليتس بتاخد بعدها المصدر فانا هلغي الاس دي واخليها لسم بس. Could you bring، لا اشيل تو برضو واخليها برينج بس عشان هي المصدر. What time shall، لا what time should students، الوقت اللي الطلبة لازم يجوا فيه. بعدين بيقول لي هنا what time I'd like it to by، تاخد بعدها الفعل في المصدر. تمام؟ طيب بالتوفيق للجميع، ده كان حل الوحدة بالكامل، وانتظروا حل الوحدة اللي بعديها ان شاء الله. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.